ابراهيم فايق هو من قدم رضا عبد العال للاعلام. هل شايف الانتقادات ودي هو فعلا بتبقى حاجه قناعه شخصيه جواه ولا دي طبيعته ولا ده ايه؟ طبيعه بحته. اول لقاء ما بيني وما بين كابتن رضا عبد العال انا بفتكر في 2013، وكان الناس واخده على طريقه معينه في نقدها للناس. فانا فاكر شويه ساعتها سالته على لعيب معين، فبقول له فلان الفلاني، قال لي ما عندوش فكره. الراجل ده بيقول ايه؟ لا انا برامجي كلها هوا. فكان ده في 2014 مش 13، عفوا لو قلت 13 14. قلت له مين ما عندوش فكره؟ فلان الفلاني. قال لي اه فلان الفلاني. فهو من اول يوم وهو بطبيعته بشخصيته. يمكن الناس بس يمكن كابتن رضا في الفترات اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض، وعلى فكره دي حاجه انا بتشرف بيها، كابتن رضا عبد العال ده نجم كبير، نجم كوره كبير جدا جدا. له اراء هو 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 يتحملها دائما وابدا يعني. بس في النهايه انت بتسالني بتقول لي وقت ما كنا شغالين مع بعض اراءه انطباعيه بحته طبيعيه بلا اي افتعال يعني. هو دي قناعاته على فكره، بيقولها بره بيقولها جوه يعني. طب انت ما بتتكلمش معاه بحكم قربك ليه مثلا؟ طب يعني بلاش تنتقد قوي كده، طب نهدي شويه ولا ما انا يعني؟ لا طبعا انا مش من حق ان انا اقول لحد قول ايه وما تقولش ايه. زي ما انا مثلا مش هقبل ان حد يجي مثلا يقول لي انت دلوقتي بتنتقد اتحاد الكوره وتوقف انتقاد اتحاد الكوره، او انت وقفت انتقاد اتحاد الكوره ما ترجع تنتقد اتحاد الكوره. لا هو وجهه نظر. انا امتى اتكلم؟ لما يكون في نوع من انواع الخروج على النص. وكابتن رضا احنا بقالنا يمكن فتره طويله ما بنشتغلش مع بعض، انما انا على تواصل دايما بيه، لان انا بحب الكابتن رضا عبد العال. انا بحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني، واي حد في الدنيا بيبقى عنده راي مش شرط ان احنا، ودي ده اللي بقوله للناس، مش الناس مش هتبقى كلها شبه بعضها يعني. انا ما ينفعش حامد يبقى شبه ابراهيم، شبه زيد، شبه عبيد. كل واحد يبقى عنده رايه وشخصيته، الاختلاف ده مهم في الاطار. في الاطار تمام. بصفتك شخصيه عامه وممكن تواجه نقد او يعني اشاده او نقد، هل في يوم من الايام مثلا وانت في الشارع واجهت نقد او حاجه؟ والله وانا بحلف بالله وده حلف ان انا اتحاسب عليه يعني، اني عمري ما شفت من الناس في الشارع غير كل حب وتقدير بصراحه يعني. ودي حاجه انا ببقى سعيد بيها، ومفيش مكان بدخله الا لما يعني الناس بتتعامل معايا بود وبحب واحترام. واقصى حاجه ممكن حد يقولها لي يقول خلي بالك مننا شويه يا كابتن، قول انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قول انا زملكاوي. يجي واحد تاني خلي بالك مننا يا كابتن، اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. فاهم الفكره عامله ازاي؟ دي اقصى حاجه ممكن حد يكلمني فيها. انما الحمد لله بفضل الله يعني انا 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 محظوظ بحب الناس يعني. الحمد لله. الحمد لله. ازاي بتتعامل بقى مع حملات السوشيال ميديا؟ انا لا ارى لا اسمع لا اتكلم. لما يكون انا قناعاتي قلتها على الهواء وانا مؤمن بيها بنسبه 100% انا تمام. انا عملت اللي انا عارف ان انا لما هقف قدام ربنا يوم القيامه وهيحاسبني عليه انا عارف هتحاسب عليه ازاي. ففي ناس بتترصد لك، في ناس بتتربص بيك، في ناس بتتصيد لك الجمل بين الجمل وتخش في النوايا وفي الحاجات اللي شبه كده، الامور اللي شبه كده. انا والله العظيم والله العظيم القريبين مني عارفين كويس قوي انا قلت اللي انا عايزه بعدين خلاص يعني، قلت اللي انا شايفه من وجهه نظري كان صح، واللي انا لما هتحاسب عليه يوم القيامه هتحاسب عليه لوحدي. فخلاص يعني قولوا اللي انتوا عايزينه ما انتوا عايزينه يعني. الا لو انا غلطت. لو انا غلطت انا لا اكابر ابدا، ولو انا غلطت على الهوا عمري الحمد لله بفضل الله ما حملت حد من فريق الاعداد بتاعي ولا حتى من فريق العمل بتاعي عمري ما حمله خطا ابدا. المذيع اللي فروم اي تو زي بيشتغل على شغله صح، ان حصل خطا على الهوا من اي حد من المنظومه بتاعته هو اللي بيتحمله. زي بالظبط فكره المدرب واللعيب. انا بحترم جدا المدرب اللي بيطلع يقول بعد ما اتغلب في ماتش انا كنت غلط واللعيبه بتاعتي ادت اللي عليا وانا المسؤول عن الهزيمه. فانا دايما احب اكون المسؤول عن الخطا اذا ما ارتكبه احد افراد المنظومه اللي انا بشتغل فيها، وفي الوقت ده انا بحاسبه حساب عسير يعني.